مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت للكل. ها نحن جئنا إلى بغداد، بغداد الشموخ. جاء بيت للكل ليقول لكل العالم أينما كانوا بأننا نحن هنا في العراق، العراق الذي عاد إلى أمنه واستقراره بإرادة شعبه الصامد وإرادة حكومته. جئنا لنقول لكل العالم بالكلمة والصوت والصورة كما ترون، ها هو العراق يعود بسلام وأمان إلى الحضن العربي. أهلا ومرحبا بكم من خلال حلقتنا لهذا اليوم التي نهدف من خلالها أن يرى العالم أجمع العراق بسلام وأمان. مساء الخير. امتدادا لما أفاضت به زميلتي، الأمن ليس شعار بالإمكان ترويجه عبر أو تسويقه عبر وسائل إعلام أو عبر بوق إعلامي تكمن خلفه نوايا شريرة. الأمن بقدر ما هو حاجة وضرورة إنسانية لابد وأن تعيشه واقعا. نحن للسنة الثالثة على التوالي نأتي إلى هذه العاصمة الجميلة لنسجل حلقات من برنامج بيت للكل. ربما العام قبل الفائت كان الوضع غير مستقر إلى حد ما. السنة الماضية جئنا وكان البلد آمناً. هذه السنة لكم أن تتخيلوا وقد تجاوزت الساعة انتصاف الليل وبغداد تنبض بالحياة. إذا كانت الساعة تجاوزت انتصاف الليل ونحن ننعم بهذا، كما قلنا الأمن لابد وأن تشعر به لتعيشه واقعاً. نحن نعيشه واقعاً في العراق، من وسط العاصمة العراقية، من هذه الساحة المغرقة بالدلالات الرمزية والتاريخية والثقافية. نقول لكل مشاهدينا في الوطن العربي الكبير الممتد من الأزل إلى آخر المدى، مساء الخير. مساء الفل عليكم. مساء الخير يا أحمد. طبعا يعني إحنا دلوقتي مش في ضيافتك، يعني أنت في ضيافتنا. ضيافتكم طبعا، أنت في ضيافتنا طبعا. يعني دي مساء الخير يا لانا، مساء الخير عليك يا خالد، مساء الخير على كل مشاهدي بيت للكل. أنا شخصيا سعيدة جدا يا أحمد، لأنه زي ما خالد قال دي الزيارة الثالثة لبيت للكل في العراق، وأتذكر تماما الزيارة الأولى وإحنا كلنا حالمين بأن تعود العراق للأنشطة والحياة. النهاردة الزيارة الثالثة، أنا سعيدة بشكل كبير جداً، سعيدة لأني موجودة في ميدان التحرير حيث صوت الحق واسترداد الحق. هنا كان دائماً هناك صوت للحق يريد أن يسترد الحق، وأن تعود العراق للحكي زي ما بيقولوا، تعود للقراءة، تعود للمعارض الثقافية، تعود هي وشارعها المتنبي بكل الرواد إلى الثقافة والفكر والشعر والأصوات الغنائية، وأن يتحول ميدان التحرير الجميل صاحب استرداد الحق وصوت الحق إلى الأنشطة الترفيهية. الناس صوتهم عالي، ولكنه صوتهم عالي بالمرح، بالغنى، بالسعادة. العراق تعود، البرنامج موجود في ميدان التحرير، واسمحوا لي جميعا أن أعلن عن الشارة المصرية لميدان التحرير، وهي تحية للنصر من ميدان التحرير المصري إلى ميدان التحرير العراقي. هذه هي تحية للنصر، فأنا سعيدة جدا وإن شاء الله تكون حلقة جميلة عليكم. ما سبنالكش أي حاجة تقولها يا أحمد. في حرم الجمال في بعض الأحيان كلماتكم اللي حقيقة تلامس شغاف القلب، بالنسبة لنا نقول لكم أهلا وسهلا بكم، أنتوا أهل الدار بغداد. ومثل ما نشاهد اليوم صخب الحياة في بغداد بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهذه الصورة تتحدث عن نفسها في ساحة التحرير، وهذا النصب العظيم الذي يحمل دلالات ورمزيات مهمة لنحات عراقي جواد سليم. هذه الساحة التي اجتمعت قلوب العراقيين بدماء شباب، بكلمات الشباب لتقول العراق يستحق الحياة، بغداد تستحق الحياة. هذا الجمال اللي متواجدين به احنا اليوم هو بسبب تضحيات كثيرة لأبناء العراق، وهذا الأمان الذي نستشعر به بوجود قوات أمنية، بوجود كل من ساهم بالسيطرة على وضع بغداد، وأن يرسم لوحة جميلة من لوحات بغداد من قصص ألف ليلة وليلة. وعندما نتحدث عن الروايات الجميلة تعود بغداد بأن تنبض بالحياة، وخاصة بوجود الأشقاء العرب من الأردن وفلسطين ومصر اللي هم أهل الدار حقيقة دائما في بغداد.
ونقول دائما انا يمكن قلت هذا النص في جرش، لكن اقوله وانا اتواجد في ساحه التحرير وفي بغداد، اقول بغداد قومي يا ابنه القمر، يا حبيبتي يا شمسي يا ترحالي يا سفري، يا هيبه الشعراء والصور، غنتك فيروز اشتهاء ندى، فتقطر التاريخ من وتر، ان العراقيين عشقوا ارضهم.